يوم جديد يتطلب من عندنا النشاط ونسوي بيه الأشياء اللي نسويها كل يوم. الأشياء اللي تعودنا نسويها كل يوم حتى نطور من نفسنا ومهاراتنا، تقوي من شخصيتنا وتساعدنا انه نمضي بطريقنا نحو الأفضل. على أمل انه يوم من الأيام راح نحقق أهدافنا. بس لازم ننتهز كل الفرص اللي تجينا. لأن الفرص ممكن تطرق بابنا بأي وقت، وممكن تفرحنا أو تصدمنا. مرحبا شباب، وانا وسهلا بكم بفلوج جديد. بدون ما اطول عليكم، بدون ما اخلي المقدمه طويله وممله، احب اقول لكم ان اليوم راح اسوي فد شيء سبيشل، فد شيء مميز، فد شيء جديد، فد شيء لذيذ، فد شيء اسمه العرايس. كل احنا نحب العرايس، واليوم راح اسويها بشكل بسيط وطعم جديد، راح يكون المنظر قاسي عليكم. بالمناسبه بالنسبه لتكمله مشهد بدايه الفيديو، اللي يحب يشوف التكمله ينتظر للاخير، بالاخير راح تكون تكمله القصه. مثل ما قلنا بدون ما نحكي هواي نبدي الفلوج. نبدي. النظافه مهمه، بس حتى اكون صريح وياكم انا البس جفوف لانه شكل انصاك. بصل خلصنا. هنا الخطوة الجاية نخلي زيت الزيتون وننزل البصل. منو مثلي يشوف شكل اللحم هذا صاك. شنو عبالكم راح ابوسه؟ خلينا نكمل. بقى ما شوي البصل تغير لونه ننزل اللحم. هسه انتبهوا لي كل الزين البهارات، لان راح تكون اهم شيء بوصفه اليوم. ما شاف ثوم باودر، بابريكا مدخنه، هذا شنو؟ كمون، فلفل حار. فنكم بعد شنو حار؟ الجو. بالنسبه للفلفل الحار، اذا عندكم مشكله ويا الفلفل الحار وما تحبوه طيروه، لا تخلوه. واخير شيء فلفل اسود وملح، ونقلب. واحنا قاعد نقلب نتذكر نسينا شغله مهمه، نقوم نرجع هنا ونجيب ريحان. خلوا ريحان على قد حبكم له. بالنسبه لي اعشق الريحان، فراح اخلي هواي، كلش هواي. منكم هسه شو نسوي؟ نخلط. ما نخفق، نفرغ اللحم هنا. ليش؟ لانه نحتاج المقلات نفسها. خبز التورتيا، واليوم راح استخدم خبز تورتيا اسمر، لانه انا مسوي دايت، ولانه ما عندي غيره. اخوي شو مسوي؟ مستخدم الخبز الابيض وخالي بمكان الخبز الاسمر، بس لا تخافون راح يدفع الثمن. زبده، ونخلي تورتيا عليها لحم، عليها جبن شيدر، نخلي تورتيا ثانيه ونضغطها بايدنا، نجيب الزبد مره ثانيه وندهن بيه التورتيا من فوق، نخلي صحن نقلبها ونرجعها بالمقلات. عندي لكم خبر حلو وخبر مو حلو. الخبر الحلو جهزت الاكله، شوفوا بنفسكم المنظر. الخبر المو زين ما راح تاكلونه ياي، راح اكل وحدي. خلنا نبدي. بسم الله. وانا اقول شنو ناقص هسه الحكي الزين. نكمل، ناخذ عروسه ونخليها بالباربيكيو، ناخذ بعد عروسه. خلينا نصير كل الصريحين، اول شيء هاي الاكله ولا غلطه وكلش لذيذه. ثاني شيء انا راح اشرب بعد كولا، نفسي اكلتش بس مع الاسف شبعت، اكلتش غير يوم. مشونا خلينا نروح.
شنو هذا؟ شلون حصلته وانت بعدك ما موصل 100,000؟ صاحبتي داوم باليوتيوب، خليته تبوقه. شقا وياك، هذا اصلا مو لنا. اليوم جابوا البريد وقال مبروك وصلكم درع اليوتيوب. سألت اذا كان هذا الدرع لي، قال هذا الواحد يوتيوبر اسمه رضا علي اخوكم. انت عندك اخو اسمه رضا علي؟ والله ما ادري. المهم حسيت بالغيرة، الظاهر انه هذا الشخص اختار اليوم الغلط حتى يسلم درع اليوتيوب. وشنو صار؟ ما صار شيء، لا تشيل هم. اي لا تغار، يعني مو فد مشكلة حصلة. هو والذهبي والالماسي هم بعد، مسألة وقت بس. مو مهم، انطي هذا الدرع رضا، سلم لي عليه وقل له خي دير باله على نفسه. شعور صعب ان يشوف شخص امام عينك يحقق اللي انت تحلم به، وتصير امام خيارين، يا اما تغار وتحقد، يا اما تختار الثقة بنفسك وتسعى بجهد واصرار اكبر. خلينا نكون صريحين، 100,000 قريبة ومو صعبة، بس النجاح الحقيقي ما راح يتوقف على 100,000 ولا 200 ولا مليون ولا مليونين، 10 ملايين. النجاح الحقيقي هو ان الشخص يحس بداخله انه هو قاعد يقدم فد شيء يضيف قيمة ومعنى للعالم وللحياة، يساعد الناس انه يطورون من نفسهم مو يرجعون ورا، مثل ما انا قاعد افيدكم بحكمتي المتواضعة. بس لهنا راح انهي فيديو اليوم، اتمنى يا رب عجبكم الفيديو، واذا عجبكم لا تنسون اللايك، واذا انت او انت جدد بالقناة اهلا وسهلا بكم، اكو فلوج من هذا النوع كل اسبوع. اذا عجبكم المحتوى اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم اشعار لكل ما هو جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.